والآن نبقى بأبرز ما اخترناه اليوم من الصحف والمواقع طبعا نظرا لأن الأحد لا تصدر معظم الصحف في بيروت. نبدأ بالديار وما كتبه علي ضاحي. 8 آذار الحريري يتماهى مع إدارة ترامب ويفرمل الحكومة بعصاه. تؤكد الأوساط أن حزب الله طالب جيرال خلال لقائه النائب محمد رعد بأن ينصح الحريري بتغيير طريقة التعاطي مع الكتل السياسية وأن يتشاور معها وأن يستمع إلى مطالبها وأن يقف على خاطر من لم يزرهم وأن يتعاطى بمسؤولية أكبر في ملف التشكيل. وتقول الأوساط إن تكرار الحريري لما قام به الرئيس المعتذر عن تشكيل الحكومة مصطفى أديب لجهة تجاهله اللقاء بالكتل السياسية والوقوف على مطالبها وأرائها أدى إلى اعتذاره وتطهير الحكومة. وتشير إلى أن هناك أجواء غير مريحة داخل فريقنا عن انصياع الحريري لرغبات إدارة الرئيس الأمريكي المهزوم دونالد ترامب والتلطي وراء العقوبات لفرملة الحكومة ولوضع شروط ومعايير مختلفة كما عما اتفق عليه سابقا وخصوصا لجهات المداورة والمبادلة. والحريري يعرف أن التيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون وحتى حزب الله لن يقبلوا. وبعد موقف الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الأخير إذن لن يقبلوا بترجمة مفاعيل العقوبات الأمريكية. وما لم يؤخذ بالسياسة والأمن والعسكر والحدود لن يعطى للأمريكي بالحكومة. وبالتالي إصرار الحريري على كسر بسيل لن يمر. وبالتالي يعرف الحريري أن تجميد المداورة في الداخلية والاتصالات وقبلهما في المالية يعني وقف المداورة في الطاقة وغيرها. وهذا يعني عدم تشكيل حكومة في المدى القريب. ننتقل إلى القبس الكويتية حيث كشف مصدر وزاري للقبس أن الضربة الأولى لمهمة المفد الفرنسي باتريك جيرال تمثلت في طلب الرئيس ميشيل عون من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إجراء مشاورات مع القوى السياسية ومن ضمنهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بطبيعة الحال الذي سيعيد التأكيد على وحدة المعايير لنعود إلى المربع الأول. ووفق المصدر عينه انطوى كلام السفير على تهديد لباسيل بإمكان تعرضه للمزيد من العقوبات مترافقة مع حملة ضغوط شديدة على أعضاء في تكتله النيابي وكذلك على قيادات وكوادر التيار الوطني الحر. وسأل هل يؤشر كلامها هذا إلى نية أمريكية بالتخلي عن لبنان وهل يعي المسؤولون فداحة هكذا خطوة وأي مصير سيواجه لبنان المتخبط في أزماته منذ أكثر من سنة إذا أصبح كإيران وسوريا. إلى الأنباء الكويتية حيث أكدت مصادر أمنية للأنباء الكويتية إلى الأنباء الإلكترونية طبعا اللبنانية أكدت مصادر أمنية أعربت ارتياحها لنتائج اليوم الأول من الإقفال وتوقعت أن تستمر التدابير الأمنية طيلة الأسبوعين المقبلين وعزت ذلك إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين بالتجاوب مع القرار استشعارا منهم بخطورة كورونا بعد التزايد الكبير في عدد الإصابات والوفيات. المصادر الأمنية أكدت عدم التهاون مع المخالفين مكررة دعوتها إلى المواطنين للتقيد بالتدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية. فالقوى الأمنية لديها تعليمات مشددة بعدم التسامح مع أي مخالفة منبهة الذين يلجؤون إلى الغش في أرقام لوحات سياراتهم أو في بطاقات السماح بالتجول بأن محاضر الضبط بحقهم ستكون مضاعفة. مصادر وزارة الصحة بدورها كشفت للأنباء الإلكترونية عن خطة عمل أعدتها الوزارة سينطلق تنفيذها اعتبارا من هذا الأسبوع تقضي بتأمين احتياجات المستشفيات من دواء وعتاد طبي وإجراء عملية أحصاء دقيقة بالنواقص في المستلزمات الطبية وخصوصا أجهزة التنفس وزيادة عدد الأسرة وتأهيل بعض المستشفيات الحكومية وأماكن الحجر فيها التي لم تتمكن الوزارة من إعادة تأهيلها في الأشهر الماضية. وفيما خص المستشفيات الخاصة فإن وزارة الصحة وفق مصادرها مرتاحة لسير العمل والتنسيق معها خصوصا تلك التي تستقبل مرضى الكورونا. أما المستشفيات التي ما زالت ممتنعة عن استقبالهم فإن التنسيق جار مع نقابة أصحاب المستشفيات لحل هذه المعضلة. والآن تعليقا على موضوع الكورونا معنا مباشرة الدكتور عيد عزار الاختصاصي في الأمراض الجرثومية في مستشفى الروم وعضو لجنة متابعة التدابير والإجراءات المتعلقة بكورونا. صباح الخير دكتور. بونجور. اليوم تاني نهار من الإقفال العام، أول شيء كيف رضاك أو شو رأيك وتقييمك لهذا الإقفال وهذا الإجراء سيؤدي إلى خفض عدد الإصابات بالكورونا؟
الاغفال يعني برهنت من تجربه ووهان اللي اغفلوا فيها مدينه بكاملها والصين لكذا شهر، 3 اشهر بتصور اذا كان مزبوط، منعوا العالم يطلعوا على البلاكين، منعوا الحياه نهائيا، وهذا ادى الى شبه اختفاء الفيروس من ووهان. سو عمليه الاغفال بالمبدا بس لتنزيل عدد الحالات هذا شيء علميا اكيد يعني مبرهن رغم الاستثناءات الموجودة يعني الإغفال الشامل بيخفي الفيروس، يعني العالم تعرف أنه الإغفال شو بيعمل. هلأ في الإغفالات الجزئية والإغفالات المناطقية والإغفالات مع استثناءات، كل ما كان في استثناء أكبر كل ما بتزيد الفعالة بتخف فعاليته للإغفال. السؤال هو هون مش أنه هالاستثناءات وشو قيمتها، هو السؤال الهدف نحن شو؟ إذا الهدف تنزل الحالات لثلاثة وأربعة وخمس حالات نعم ما هذا ما راح ينفع، ولا حتى راح ينزل الحالات من 1500 لنقول ل 20 و30، اللي عم نعمله ما راح يصير هيك. اللي عم نعمله أو الفلسفة اللي قاموا فيها لحتى تنعمل الإغفال بطريقة مع استثناءاته، هو استعملوا كلمة ترييح القطاع الصحي. نعم اللي بنخف على القليلة بنحد من الارتفاع، يعني الفكرة بصير شوية إغفال بخف التزايد تبع الحالات لهذا الوقت. هوس جمعتين اللي عم يدفعون الناس ضريبة من أعمالهم وأيامهم تكون في مقابلة خطة واضحة ل نعم. إذا يبدو أن الاتصال رجع، تفضل دكتور، يمكن عم تفرز الصورة شوي بحكم التواصل. اوكي نعم. يعني انت اللي لازم ينعمل هو الهدف من هالاغفال اللي هو لمده اسبوعين مع استثناءاته اكيد ليس اخفاء الفيروس، يعني اذا بدك تخفي الفيروس بدك تعمل شيء اقوى بكثير من هيدا. اذا نفع هيدا والعالم التزمت رح يحد من الارتفاع، يعني بدل ما تشوف تكوني واصله على 3000 حاله بالنهار رح اكثر الظن مع الالتزام بتنطلق على 1005 هيك تنزل ال 1000، ما بنعرف بكره بنشوف الارقام شو بدنا. شو بيعطيكي هالاغفال هيدا؟ بيعطيكي فرصه. هلا هالفرصه بده يستعملوها القيمين على زياده عدد الفحوصات، على تتبع الحالات، وعلى زياده التوته. يعني اذا المواطن عم بيسال ليه انا مزروب بالبيت اليوم، اذا مزروب لمنفعه لازم بعد اسبوعين لما بيطلع على ليسته الاسره المتوافره للكورونا بدل ما يكون عنده 800، هلا في 800 شخص بالمستشفيات، لازم يصير في عنده مثلا 1200 تخت متوافرين لحتى في حال رجع صار تصاعد للحالات نكون قادرين نستوعبهم، يكونوا حلوا المشاكل كنت عم تحكي عنها من شوي. يعني مين المستشفيات رح تستقبل؟ كيف رح يدفعوا لهم؟ زياده عدد الفحوصات، يعني هذا التسكير هو لوجستي اذا بدنا نقدر هيك نوصل الفكره بطريقه منطقيه، لانه عم بيروح الحديث صار مع الاغفال وضد الاغفال. بالمطلق فيك تكوني معه او ضده اذا عم تقولي انا هذا الاغفال رح يخفي كورونا، لا. هلا اذا بدك تستعمليه كفرصه لترتبي هالكم شغله ممكن حدا يقول طيب نحن خلينا نعمل هالاماتي مثل ما بيقولوا، بس ما فينا نحن نقعد على جمعتين بالبيوت نوقف كل الاشغال وبعد جمعتين نرجع نصفع نفس الاسطوانه انه وين التجهيزات؟ وين الفحوصات؟ برايك معقول نوصل لهيدي الحاله؟ يعني بعد جمعتين معقوله يكون العدد الاسره بعده غير متاح، وايضا ما في بي سي ارز كفايه، ما في ادويه، ما في مستشفى، يعني عتاد مثل ما كنا عم. يعني لك هذا موضوع مثل كل شيء بلبنان، يعني متعدد البلايرز فيه او الاشخاص المسؤولين عنه متعددين، يعني عندك وزاره الصحه، عندك المستشفيات الخاصه، عندك مجموعه كبيره من الهيئات بلبنان، ومثل شيء على لبناني اخر شيء بيقعدوا مع بعضهم اجتماعات 5 ساعات، بس ما بتفهمي بالاخر اذا مزبوط في خطه مكتوبه على ورقه وقلم. يعني انا من الناس اللي بحبوا الارقام، بحبوا يكون في مثلا خطه من 3 اسطر واضحه، يعني مثلا نحن ما في خطه واضحه برايك؟ يعني انا بحط حالي محلك انت، يعني السؤال هو لازم يكون مثلا يا اخي مثلا هل جمعتين رح يزيد 20 تخت بالبقاع و30 تخت ببيروت و10 مكانات تنفس هونيك؟ ساعتها بفهم انه في اذا بدك سكلتن لخطه. شوي اللي انا سكبتيكال منه هي العموميات، انه رح نزيد ورح نخفف. لازم يعني اذا في ناس او اعلام او الشعب بده يكون عنده سلطه هالمراقبه او هالضغط، اليوم الضغط لازم يكون على هاي النقطة على خط الدفاع الثاني. نحن خط الدفاع الأول ضد كورونا
هو الفحوصات والتتبع. الفحوصات زادت بمبادرات فردية من 10,000 فحص أسبوعيا بشهر 7 ل 90,000، يعني مش الدولة زادتهم، العالم عملوهم. ما اللبناني كمان بخاف على حاله، بس يعرف إنه في حدا بوزيتيف أو عليه حرارة أو سعلة بروح يفحص حاله، ما نطر خطط مركزية ليعمل هذا الشيء. بموضوع التتبع والعزل الأمور أصعب شوي، لأنه بدك السلطات المحلية البلديات وبدك وزارة الصحة، ولازم يشدوا حمتهم بموضوع التتبع والعزل. بموضوع المستشفيات في مبادرات حتى كمان فردية، المستشفيات الخاصة والمستشفيات الجامعية، فتحوا تخوتي في مستشفيات الدولة اللي أصلا فاتحة، بس أعقد عملية الزيادة هون، لأنه في قرارات يعني واحد ناطر الثاني. في مستشفيات بتقول لك يا أخي أنا لا بدي أفتح وبعدني مش قابضة مصرياتي، مش معروف كيف بتدفعوا لك التأهيل. نعم يعني بس بدك نقطة أخيرة بهي النقطة، مش مهم تجيبي مكنة تنفس. نحن مثلا هلا المستشفى عندنا فتحنا من لبنان الكندي يونت كثير مرتبه للكورونا تكبيره هلا من 14 بس 15 تخت مش هيك؟ 15 بس هلا التكبير، بس هلا التكبير عندنا 26 تخت، كل شيء جاهز فيها ما عديت. وبدك اياه، عندنا مشكله بالنيرسينج. نعم يعني منه يعني النيرسينج جيبي ممرضات، يعني بحاجه للبشر هلا. ايه يعني ما مش سوري، مش بتقطع التليفون وتقول يلا هات لجي ابدي مثلا 30 ممرضه من نوع الممرضات اللي بيفهموا بالعنايه الفائقه، ما مش سوري بتجيبيهم. بقى شوي ممكن الناس مش فهمانه انه مش مهم تجيبي ريسبيراتور، مهم تجيبي كل هاللوجستيه اللي وراه. نعم دكتور، البعض بالدولة بمواقع اختصاصيين كدكاترة يتحدث عن وصول الأعداد ل 3,000 حتى بعد الإقفال، البعض يحسب بسيناريو سيء وهو سيناريو أسوأ من السيناريو الإيطالي. أنت برأيك الوضع بلبنان هالقد خطير؟ كمان هيدا بفضل نحكي أرقام فيه، نحن عدد الوفيات بالمليون 100، فرنسا عم بحكي الإجمالي منذ بداية الوباء، بفرنسا بال 700 بالمليون، اليابانية 9 بالمليون. يعني اليوم الوفيات بكورونا منا متناسقة بكل دول العالم، كيف كل دولة عملت الخطة تبعها الوفيات هي ضمن هالأمور هذه. إذا بدي أخذ التزايد بعدد الحالات بآخر 6 أسابيع اللي هي رقم شرعي، نعم في عدد عالي، بس إذا بتاخذي عدد الحالات بالنسبة للمليون نحن بعدنا 1 على 5 من أرقام أوروبا، وواحد على 6 من أرقام بلد مجاور لنا مثل الأردن. بقى اللي شايفينه هلا هو منه أسوأ سيناريو معقول تشوفوه، يعني نحن هلا بسيناريو عاطل بس منه كارثي. ما استعمل كلمة كارثة، ما كنت فهمين حالنا شو عم نحكي. عدد الناس اللي هم على مكانات التنفس، وبتقرير وزارة الصحة صار بيطلع كل يوم هذا الرقم من مدة 10 أيام، في عندك بين 125 ل 135 شخص على مكانات التنفس، وهذا الرقم عم يضل قسطام، يعني مش عم يصير 125 تاني نهار بصير 250. نعم منه هيدا السيناريو رح يصير. نحن هلا بوضع مقبول، مقبول بمعنى بدك تقارنيه بالنسبه للكورونا، ما فيك تقارنيه بالنسبه للرشح. اكيد قادرين نحن نعمل خطه، نرجع نقلع بخطه جديده. التهويل اكثر من اللزوم منه منطقي، لانه اكيد بعدك بعيده جدا 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 عن ارقام، يعني فوا 5 عم تتخيلي انت هلا انه تزيد عدد الأسرة بالعناية الفائقة 500% بفترة قصيرة، ما فيك تعمليها. السيناريو هيدا هو السيناريو السيء. ايه بس هذا ما صار، هذا ديناميكية الوباء اليوم ما بتقول انه هذا رح يصير مرة جمعتين، واللي عم بتخيل لبعد شهرين وثلاثة ما بيعرف شيء، ما حدا منا بيعرف كيف حتروح الديناميك. نعم هلا نحن لازم لو برجع بقول لو في خطط هيك واضحة وهينة، بقول أنا زيدوا القدرة الاستيعابية 30% مش أكثر. نعم. خليني على طول مسبقه للفيروس ب 30%، يعني تمشي قدامه فشخه. يعني ما فينا ننقل من الوضع بجنن وما في مشكله وخلص بكره بنجيب الطعم وبنصحح العالم، لا انه رح ننقل من هلا من الارقام اللي عندنا ل 500%، ما بتصير ما بتصير. نعم. يعني بس الدسكشن لازم تتغير شوي لارقام وجرافس، لما بيطلع حدا مسؤول يكون معه على القليله شي جراف يشرح فيه الارقام كيف عم بتزيد وكيف عم بتقل. نعم. لا تقدر توصلي هالكوميونيكيشن. نعم لانه فيك تفضل. لا نحن وقتنا انتهى، بدي اقول لك انه كان بحاجه الناس تعرف هدول النقاط اللي انت عم تحكيهم. انا بشكرك انك كنت ضيفنا اليوم ضمن الصحف بصباح اليوم، والان شكرا لك دكتور عيد عزار الاختصاصي بالامراض الجرثوميه والمعديه في مستشفى الروم.